هذا البرنامج برعاية يا اهلا بيكم كل مشاهدينا للمره الكام مش عارفه، بس الفقره دي انا بقى مصره ان انا ما اقدمهاش وان ضيفي هو اللي يقدمها بصوته. هنسمع دلوقتي. هل حان تشتاق اليه ترجو ان تسقى بيديه؟ ارغم انف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته. نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته. رب ارحمنا بشفاعته، رب ارحمنا بشفاعته. قولوا صلى الله عليه. خاب الهالك من يشتمه، والهين من لا يكرمه. خاب الهالك من يشتمه، والهين من لا يكرمه. رب كافيه وعاصمه، رب كافيه وعاصمه. مهما اجترى الوغد عليه، هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه. أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ على ربي أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بيك. ده ضيفنا أحمد عليان، مبتهل ومنشد ديني وسنه صغير أيضا زي ما احنا شايفين كده. أهلا بيك. أهلا بيك. الحمد لله. اولا انت لسه ما درستش اي حاجه متعلقه بالانشاد الديني مش كده؟ انا قدمت في مدرسه الانشاد بس ما رحتش المدرسه بسبب الدراسه وكده في الجامعه. بس ان شاء الله هقدم. كليه ايه بقى؟ انا داخل تانية كليه شرع وقانون جامعه الازهر. تمام. عشان كده انت مستني لما تخلص لا مش هخلص، انا في الدفعه الجايه باذن الله في مدرسه الانشاد هقدم. خلاص. هحاول اوفق بين الانشاد والدراسه يعني. بس انا شايفه ما شاء الله انت بتنشد كويس. ايه اللي ممكن تضيفه المدرسه؟ يعني انت لما تيجي تقدم بالفعل تستفيد ايه؟ المدرسه هدرس منها المقامات، المقامات الصوتيه، ازاي مثلا لما اسمع شيخ او مبتهل في التلفزيون او في الاذاعه اعرف بدا من مقام ايه او خرج من مقام ايه. او تنقل بين مقام ومقام. ده كله هتعلمه في المدرسه، والقرار والجواب. انا هضيف حاجات كتير. انت بتعمل ده بتجتهد شويه بينك وبين نفسك دلوقتي؟ انا دلوقتي شغال على نفسي انا. يعني ده كله اجتهادي كده مع نفسي. انا بدات الانشاد من وانا يعني بعد الثانويه على طول مباشره. بس الموضوع الاول كان قران كريم من الابتدائي تقريبا، خصوصا ان انا في ازهر وكده. فبعد كده قلت لازم استغل صوتي في حاجه كويسه يعني، حاجه هادفه يعني. فبدات انشد واسمع المبتهلين، مشايخنا الكبار طبعا زي الشيخ نصر الدين طبار والشيخ محمد عمران والشيخ طه الفشني. بس بعد كده بدات احفظ منهم الكلمات بتاعه الابتهالات واشتغل على نفسي يعني. طيب يعني ابتديت الاول يا احمد بترتيل القران الكريم؟ بدات الاول في القران الكريم برضو. ده من غير المدرسه؟ من غير؟ لا، كان الشيخ هو اللي بيحفظ. كان في مقرئ؟ شيخ بحفظ على ايده يعني. انت دخلت كتاب؟
انت مش شرقيه مش شرقيه، لكن ما دخلتش ما انتظمتش في كتاب قبل المدرسه والحاجات دي اعتقد. انتوا جيل جديد خالص ما عادش فيه كتاتيب في القرى. لا لا لسه موجود حاليا عند الوقت. يعني مين اللي حطك على طريق التلاوه للقران الكريم؟ هو والدي الله يحفظه، هو اللي بدا يدخلني الازهر وبدا يجيب شيخ يجي يحفظني في البيت واهتم بيا وانا صغير يعني في القران الكريم وكده. طيب يعني انت وانت بتقرا القران بتراعي التجويد وكل الحاجات اللي هي الصوتيات اللي هي ادغام واخفاء واظهار واقلاب والحاجات دي؟ مش كان الشيخ بيقول لك على الحاجات دي؟ بس لسه يعني مازال عند الوقت بحفظ برضو مع الشيخ، براجع تاني من الاول. جبت تاني من الاول القران الكريم، بدات يعني اهتم شويه بالتجويد نفسه يعني. تمام. طيب عايزين نسمع حاجه دلوقتي بقى، يعني مش هنقول حاجه بالنسبه للهجره. تمام، حاجه صغيره كده وان شاء الله تعجبك. طيب. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جميل. كنت عايزة بقى أسألك على شوية حاجات. يعني احنا كنا استضفنا برضو، كان معانا برضو مجموعة من المنشدين وهم قطعين أصوات. انت بعد ما تتخرج هتتفرغ للانشاد الديني؟ يعني هيبقى بالنسبه لك يعني هو الموضوع كله، ولا هيبقى يعني حاجه جنب طموحك ودراستك وحياتك؟ وانا هحاول اوفق بين الانشاد والدراسه. وبعد لما اخلص ان شاء الله جامعه وكده، بين شغلي الاساس والانشاد الديني، وهتم بالانشاد اكتر شويه. يعني هتهتم اكتر كمان؟ هحاول لعل ما نوصل اذاعه ان شاء الله. ان شاء الله. عايزين نسمع حاجة تانية برضو. هنقول سبحت الله في العش الطيور للشيخ نصر الدين طبور. حين يهدي الصبح اشراق سنا، حين يهدي الصبح اشراق سنا، يسكب الطل يسكب الطل رحيقا من ندى، موقظا بالنور أكفى من نور من، والندى من فيض من، الضحى من نور من، والندى من فيض من، سبحت
لله في العش طيور ترسل الألحان عطرا في الزهور سبحات لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عايشها في رزق من وهو أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من الرازق الله والصانع الله الرازق الله والصانع طيب بص يا احمد، انا مش عارفه ليه شايفه اكتر الناس اللي بينجذبوا للانشاد الديني شباب، يعني انت من سنك بيسمعوا حاجات تانية خالص. ايه اللي جذبك بالانشاد الديني؟ يعني حاجه غريب، يعني كل ضيوفنا حتى كمان لما بيجوا شباب من نفس السن هو طبعا الواحد مش هيلاقي احلى من مدح النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يعني هي نزعة دينية من الأساس يعني، ولا هو أنا يعني فن من بداية حياتي تقريبا. بدأت أقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا في السنة النبوية. بدأت أعرف هو تعب قد إيه في حياته عشان يوصل الرسالة. وطبعا غزوة الطائف وغزوات كتير طبعا. فطبعا ده أقل حاجة ممكن نقدمها، يعني إحنا نمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع بلاد العالم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب احنا لو قلنا لك دلوقتي، يعني انت دلوقتي انشد لنصر الدين طبار، في اسماء تانية انت بتحب تسمع لها او تنشد؟ انا بحب اسمع طبعا من مشايخنا القدام، الشيخ نكشبندي والشيخ محمد عمران والشيخ طه الفشني ومشايخ كتير جدا، يعني الشيخ كان بهتيمي. عندنا اسماء كتير الفيومي وناس كتير جدا يعني. أقربهم لقلبك هو أكتر واحد، يعني الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ محمد عمران. طب سمعنا يعني حاجة للشيخ محمد عمران لو أنت مجهز حاجة دي، احنا ممكن أو أي حد تاني لو أنت مجهز أي حاجة تانية. خلاص ماشي. يا سيد الرسل الكرام تحية من قلب عبد عاشق تواقي. يا سيد الرسل الكرام تحية من قلب عبد عاشق تواقي. لما تبارى المادحون لنوره وخجلت من عاجزي مع السباق وبكت عيوني
قلت يا نفس اهدئي فالحب لا يخفى عن العشاق إني أحب محمدا حبا به إني أحب محمدا حبا به تطوى السماء تطوى السماء والأرض كالأوراق المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء أشكي لمين وجدي وحالي الله الله وأقول لمين النبي غالي أشكي لمين وجدي وحالي الله الله وأقول لمين النبي غالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء يا صاحب القبة الخضراء الله الله هل علينا بالنظرة يا صاحب القبة الخضراء الله الله هل علينا بالنظرة هل هلالك يا أبا الزهراء واعطي لكل محب منى المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح والنور لاح والنور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. شكرا لك يا أحمد. الحقيقة إحنا يعني خلينا يغني كتير وينشد كتير ومستنيين منك كتير أيضا كمان وإن شاء الله سنة جاية زي ما وعدتنا هتلتحق بمدرسة الإنشاد الديني ونستضيفك وإنت عندك دراية بقى اتخذت إطار معرفي عن الموضوع ده بس عايز أقول لك بقى مش بس عندنا مبتهلين ومنشدين رجال احنا عندنا ستات كمان عندنا فايدة كامل من برضو لها أدعية كتير قوي وابتهالات وهي سيدة عندنا نجاة عندنا شادية عندنا حاجات كتير جدا ممكن برضو يعني ممكن المبتهل يسمع برضو سيدات عملوا ابتهالات دينية يعني في كل المجالات برضو على العموم أنا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق بإذن الله في كل مناحي حياتك في الإنشاد وفي كل وحياتك كلها العملية والعلمية وكل حاجة وشرفتنا أحمد عليان المنشد والمبتهل الديني كل سنة وحضرتك طيب الله يخليك مشاهدينا الكرام تصبحوا على خير.